المعروفين من المجلس المحلي الاستاذ فراس ماجد مسؤول عن العمال في المجلس، ابو حنا ويليام مسؤول عن الامان معنا مولي بس تبع المجلس، وعلى مطيع طبعا مندوب الجبهه الداخليه رفقنا السنه عم تعرف السنه استثنائيه من ناحيه امنيه، الوضع مش عادي مش طبيعي. حاولنا نجهز المدرسه بس التعليمات الجبهه الداخليه والمساكين، ان شاء الله خلال السنه الدراسيه بكون في كمان نزيد حمايه للمدارس والصفوف كلياتها. بتمنى لكم سنه دراسيه ناجحه امنه وموفقه، وكل عام وانتم بخير.